هذه فطيم، مرة تعيش بروحها، مقطوعة من الشيرة، لا تعرف لها لا أخ ولا حتى أهل. وهي شخصية بشعة من الداخل ومن الخارج، وتعيش ببيت بروحها. إنسانة وحيدة بهالدنيا ما تثق بحد، ومن صفاتها البخل حتى على نفسها. فطيم حبيبتي، ايش فيك؟ ليش قاعدة بروحك؟ وين امي؟ امك؟ اي امك موجودة حبيبتي. شو اسمها؟ اي اسمها منيرة. بس من شا قلتي لي ان اسمها فايزة. اي صح صح فايزة، صح صح انا نسيت، غلطانة، معليش بخليك بروحك. تعودت على الوحدة، تعودت أعيش بروحي وأنام بروحي، حتى لو كنت بين الناس.